انتقل الى زميل عزيز مجدي شربيني واخبار استعدادات ايضا نادي الجونه. مساء الخير عليك يا مجدي، اتفضل. تحياتي لزميل العزيز احمد خيري وضيوفه الكبار من استاد القاهره واجواء وكواليس فريق الجونه اللي حضر الى القاهره منذ 4 ايام، ثم توجه في السابعه الى استاد القاهره، دخل الى غرف خلع الملابس. الجونة على اعتاب رقم سلبي فهو لم يفز منذ ابريل الماضي. كابتن علاء عبد العال اللي تحدث مع اللاعبين على اهميه هذه المباراه وقال لهم ان المباراه تعني البقاء وان احنا هنلعب مباراه كبيره، وطلبهم بنتيجه ايجابيه. عنده غيابات عبد الجواد تعيلب للايقاف وكمال ابو الفتوح واحمد حسام للاصابه. نتمناها مباراه مثيره ممتعه تبيح بكل اسرارها الكرويه من هنا من استاد القاهره الى استاد مصر. والكلمه ليك كابتن احمد خيري، اتفضل. شكرا ليك يا مجدي، وشكر موصول ايضا للزميل العزيز عمرو مختار. اطلعنا على اجواء واستعدادات الفريقين.